الكرام في ملعب حديقة الأمراء. نعود مع أحداث الشوط الثاني من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. فقدها كومان وتحول الاستحواذ للفريق الآخر. بيلعب لبينية جميلة لكنها مقطوعة ولا تمر. ممتاز الدفاع في هذه اللقطة. كومان وصلت إلى ديفيز. تركيز وإصرار واضح في بناء الهجوم ولكن بدون استعجال. وصلت إلى موسيالا. بينية تضرب الدفاع من مانيه. تعامل جيد مع الكرة وإيقاف لخطورة البينية. خطرة هذه البينية. وصلت إلى موسيالا. الله على المهارة ثم التسديدة. كرة بتعدي من جوار القائم. كانت قريبة من هز الشباك. شوف الأسلوب، شوف اللقطة، كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية. كيمبيمبي إلى نونو مينديز. لا بيقطع التمريرة قبل ما تشكل خطورة. كومان وصلت إلى ديفيز. سابيتزر ألا مع توماس مولر. دفاع حديدي خلص الكرة وأوقف المحاولة. بابلو سرابيا. الجماهير كلها تطالب بالتسديدة. يا رب هدف يشعل الأجواء. هدف أول في السيمي فاينل. الوضعية اختلفت الآن. الأجواء مختلفة. المباراة اشتعلت في هذه اللحظات. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية. الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. يا لها من دراما هنا في اللحظات الأخيرة. أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات. كومان وهنا الراية تعلن عن وجود حالة تسلل. تمريرة كانت مبكرة قبل العودة الكاملة من مصيدة التسلل. قرار سليم وتركيز غير موجود. امبابي يا سلام. شوف التوقيت، شوف اللعب يتوقف بسبب الإصابة. اسقاط الكرة الآن لاستئناف اللاعب من جديد. سبع دقائق على نهاية هذه المباراة. ماركو فيراتي وصلت إلى ريناتو سانشيز. بابلو سرابيا. الكرة في المرمى. لا يسلمون منه اليوم. سجل مرة وأعاد الكرة. غير قادرين على إيقافه.